فقرتنا الأخيرة هي شعرية وشعر يمكن بيحمل اسم غريب، الهايكو، نوع شعر ياباني أصبح رائج بسوريا من خلال عدد من الشعراء. اليوم مع الأستاذة سامر زكريا راح يكون الملتقى الأول لأيام الهايكو الذي أقيم بمجمع دمر الثقافي وضم شعراء من مختلف المحافظات السورية، راح يكون تحت مجهر فقرتنا لليوم. يسعد صباحك أستاذ سامر. صباح الخير لكم يسعد وبالأخير صباحك وأهلا يسري. وسهلا فيك. الهايكو شو هو؟ الهايكو لما كانوا من سنتين يسألونا أو من 3 سنين كنا نقول لهم شعر ياباني جبناه على سوريا، هلا بنقول لهم شعر سوري، صار صار شعر سوري سوري دغري عملنا سوري. عربي يعني، صار شعر عربي، صار الهايكو العربي له اسم وله. هلا قبل ما نقول شو هو الهايكو، جوهر الهايكو هو لحظة الانتباه للموجود، يعني نحن مثلا أنا جاي على الطريق، إذا كنت عم فكر إنه أنا هلا بتأخر على اللقاء أو بجوز ما يطلع لقاء حلو، بكون عم بشرد عن اللحظة الحاضرة، بكون او هلا عم فكر انه كيف بده يطلع لقاء، ماني شايفكم انتم مثلا مثل ما لازم اشوفكم. فلحظه الانتباه للحاضر الموجود هو جوهر الهايكو. فالتعبير عن هالشيء بكلمتين او 10 كلمات هو قصيده هايكو صغيره، بنسميها قصيده فيها مشهد بصري من خلاله بنحكي فيه عن حالتنا الذاتيه هلا، مثلا حالتنا الانيه، حالتنا الانيه. مثلا مثال مثلا من كتاب اعطينا الهايكو مثال يلا يلبق للصباح تبعنا. مثل مطر مباغت على زجاج ملمع مرت حبيبتي القديمه. انا ملمع حياتي ومركزه ومظبطه، هي امبارح امبارح نزل المطر فجاه مرقت هيك خربطت لي كل فنحن شبهنا المشهد اللي هو المطر على الزجاج بحالتي انا حلو. الشاعريه الذاتيه. فهذا جوهر الهايكو، هذا هو الهايكو اصله، فعلا كان نشا باليابان بس هلا نحن دخلناه على سوريا عمليا سنه 2013، عملنا مجموعه على الفيسبوك اسمها يعني هو الهايكو مثل سوريا. عصر السرعه يعني انه يعني بيتوافق مع الشعر الحديث، خلينا تمام نقول الناس حبته مختصر مفيد لانه فعلا بيعبر باختزال شديد عن الفكره، والناس هلا صارت عمليه اكثر، بتحب كل شيء سريع يعني انه بتحبه فعلا، وخاصه جمله يعني مختصره خلاص. هذا احد اسباب انتشاره فعلا، نحن هلا اليوم بنتصفح صفحات التواصل المواقع الشيء اكثر من سطرين ما بنقرا، فالهايكو فورا. والسوريين عندهم هي عندهم لا كل الناس كل, يعني كل العالم عنده كل سطر واحد بيشرحوا كل احنا بعالم العجله والسرعه حاليا صحيح. لكن هو بال 2013 شعر الهايكو دخل الى سوريا. خلينا نحكي عن كيفيه انتشاره، مثل ما ذكرت عملتوا صفحه على الفيسبوك مجموعه، خلينا نحكي كيف العالم انضمت لكتابه الهايكو ايضا. انا كنت عم بفتح احد معاجم اللغه العربيه، لقيت انه كلمه طيب في لها 80 مرادف باللغه العربيه، فتخيل هاللغه قديش قويه وقديش واسعه وقديش عميقة. قادره على 80 مرادف لكلمة واحدة. فهذا 80 هو عدد المشاركين بهذا الكتاب هلا، كتاب الهايكو العربي العدد التالي. قلت ما بيصير اللغة العربية ما يكون فيها هايكو، ويصلنا بس من لغة بسيطة مثل الفرنسي مثل الإنجليزي، كان يوصلنا ترجمات قليلة كثير. فقلت خلص خلينا نستفيد من وسائل التواصل وأيضا من هالفن اللي أنا بعرفه من سنة 2000 تقريبا، ونجرب نعمل مجموعة. عملنا جروب ولقينا كثير تفاعل بلش يزداد بسرعة فائقة، في مواهب سريعة، في مواهب سريعة، وصارت ناس تستسهل الموضوع وناس تبذل جهد أكبر، لحتى هلا صار عندنا 14,000 عضو بالهايكو سوري، يعني من أكبر المجموعات بالعالم صارت هلا. وبلشنا نفكر بعد سنتين بإصدار أول كتاب ورقي، كتاب الهايكو العربي. طلعنا الكتاب الأول ببيروت نشرناه، هذا هو كتاب الهايكو العربي العدد الأول، كتاب الهايكو العربي سنة 2016 طلعنا. بعدين أصدرنا سنة 2017 بسوريا عند دار بعل العدد الثاني 2017، وهذا امبارح وقعناه بمهرجان الهايكو 2018. الأول كتاب 2018 كتاب الهايكو العربي العدد الثالث. حلو، بنهاية السنة هيك تختموه تماما. التقليد السنوي أنه يكون عدد نصوصه على عدد أيام السنة، حلو، يعني 365 نص على عدد أيام السنة. سامر خلينا نسمع شيء بما انه شو هاد شيء قرا لنا شيء. اوكي، بس هو انت كاتبون هدول ولا هن مجموعه من الناس؟ مانين كاتب، مانين كاتب، نصهم سوريا ونصهم الدول العربيه من البلدان العربيه. انا يعني في لي في 12 نص والباقي 365. خلينا نختار شيء حلو هيك. اوكي، هلا الهايكو ممكن نحكي عن يعالج مثلا قضيه، مثلا ممكن تكون اجتماعيه نفسيه انسانيه حياه يوميه، الحرب على سوريا، كل اي شيء ممكن يتناوله. يعني مثلا ريح مجنونة يسدون ثقوب الخيمة بذكرى قطاف المشمش، عشان هذا النص بيعبر عن اللاجئين السوريين اللي لجأوا من أراضيهم وكانوا عايشين حياة طبيعية بالزراعة وبال كيف بدهم يسكروا ثقوب الخيمة باللجوء بالبرد بذكريات قطاف المشمش لما كان موسم المشمش، لما كانوا بأرضهم وبخيرهم، بأرضهم وبخيرهم مثلا. فقدرنا نعبر عن هالشي كله ب مثلا نعم. سامر في بدك تحكي شي تاني؟ وحدة تانية مثلا، يلا وحدة تانية. سوق النحاسين أقلب المصابيح بلا أمنيات، إنه أنا عايش حياتي هلأ وما بدي شيء من الدنيا. عم بتناول موضوع المصباح السحري اللي بيظهر من ما بدي شيء، بدي أعيش المارد اللي بيظهر، فأنا ما بدي أمنيات،
بس عم قلب مصابيح مثلا وهيك وهكذا. نعم سامر، الملتقى اللي جمع شعراء الهايكو بمجمع دمر الثقافي، خلينا نحكي شو بيقدم لهالشعراء او المشاركين فيه. كمان فكرنا انه صار لازم بعد ما اصدرنا 3 كتب صار لازم انه نجمع او نعمل تظاهره تعرف الناس بقى على الهايكو وتزيد اهتمامهم فيه وتصيروا الناس بقى تشوف شو هو الهايكو يعني. ففكرنا نعمل اول مهرجان شعري، صار لانه عندنا كتاب كتير من سوريا، فنجمع من يرغب فيهم بتقديم قصائد قدام الجمهور مع حفل موسيقي طبعا. نجمعهم بحفل، عملنا اول احتفاليه للكتاب الاول، توقيع كان بمكتبه الاسد سنه 2016 للكتاب الاول، وعملنا احيانا بعض لقاءات مركز ثقافي ابو رماني، وهي اول حفله بتكون تتويج نعتبرها لجهودنا يعني بدار الاوبرا بمجمع دمار يعني لكتاب الهايكو، وشارك فيه 20 شاعر من سوريا، كان في عندنا ضيف من العراق ما قدر يجي، وقرا كل منهم 10 نصوص هايكو قدام الجمهور، وعملنا معه توقيع الكتاب. كانه لها موسيقى خاصه الهايكو؟ هلا رافقنا موسيقى اللي عم تظهر على الشاشه، هي الاله هي الغريبه انا اخترتها لترافق النصوص، هي اسمها ديدي جيريدو، هي اله غريبه جدا اصلا من استراليا عمرها 4000 سنه تقريبا، عزف عليها العازف الوحيد بيقولوا له الدودو، هي هذا اسمه، لا اسمها ديدي جيريدو، لك هي لك ظاهره على الشاشه، اله نفخيه ضخمه كثير، اولها عنا واخرها بالارض. اللي عازف عم يعزف هلا هو خالد بهنسي، العازف الوحيد بسوريا والمصنع لها الوحيد، وهلا عم يحاول يشتغل عليها لحتى تكون معروفه اكثر. فاخترته، انا شفته بحفل مع عدنان فتح الله بمركز فنون بصريه، وقلت انه هذا هو اللي لازم يعزف معنا بمهرجان هايكو، لانه هي الاله العزف عليها ما بيشبه العزف على الآلات العادية، غير متوقع على الموسيقى فيها. يعني بيحرض حالة الانتباه للحظة الحاضرة مثل ما بيحرضها النص الهايكو تماماً. فكان خالد بهنسي مع صديقه ماهر محمود الموسى للإيقاع عم يعزف معه المؤثرات الصوتية، كان معنا بحفل المهرجان يعني باليومين كان معنا خالد بهنسي، وعزف هو عازف جداً حساس وجداً منتبه، كان حفل كتير قوي يعني كتير ناجح، ورح تشوفوا كمان رح ننشر الفول اتش دي. يعني هلا كان الحضور هن الجروب اللي انتم داعينه على الفيسبوك ولا في عالم اجوا؟ طبعا في عالم، هلا في عالم ما بيعرف شو هذا الهايكو، شو يحضروا خالد بهنسي، هي الفكره انه في عالم تعرفوا على الهايكو من خلال انت ضربت عصفورين بحجر، ضربنا عصفورين عرفنا العالم اللي بيعرفوا هايكو صاروا يعرفوا الاله. غريبين يعني بالضبط، كيف كان التفاعل؟ تفاعل والله انا تفاجئ يعني، انا من 2013 متوقع انه رح يصير في ناس حفظت شيء صارت تترددوا. اول شيء عرفنا الناس اكثر شو هذا الهايكو، شو هو الشعر هذا، شو هالنوع هذا من الفن، ونجحنا انا بعتبر الحمد لله نجاح كثير كبير يعني الحمد لله، ولسه في صور وفيديوهات عن الاحتفال لسه ما اصدرناها، مصدره شوي شوي بالتدريج لحتى تشوف العالم اكثر شو الموضوع. سامر قلنا هيك شيء هايكوي هلا هلا حاليا هايكو هايكوي في هايكو مره كتبناه بالبزوريه بمدحت باشا، هلا ما فيك تقلنا هلا؟ بلا رح اقوله هلا، يلا هلا. عيناها في الزحام بين روائح السوق عبق البن، العيون البنيه مقارنه مع البن، مثل ما بتجي عيونها من بين كل النساء بالسوق بيجي ريحه البن من بين كل الروائح. هلا تذكرتهم لانه انا ولي عيوني، لانه انتوا هذا لكم بدي لكم اكيد. في انشطه جديده حابين تعملوها او بتكون تبدوا فيها؟ مع انه نحن هلا بنهايه 2018 يعني الله ييسر لها السنه ان شاء الله بالاعوام القادمه. اول شيء ناويين نعمل تقليد سنوي، يكون كل سنه نطبع عدد من كتاب الهايكو العربي بنصوص احسن نصوص عربي. دائما حيكون اخر السنه غالبا باواخر السنه غالبا بنكون، لانه بكون اخذنا خلاصه النصوص المكتوبه بهالعام، ورح نعمل رابطه للهايكو السوري، ورح نعمل كتب نصوص مع لوحات، هذا كتاب الهايكا اللي هو رسمه مرافقه لنص الهايكو، هذا نصوص الي مع لوحات مرسومه خصيصا لهالنصوص. حلو، هذا تجربه من رسم مين؟ رسم رنده تفاحه رسامه تشكيليه. رح نعمل مشروع مع عده فنانين، نصوص مع عده فنانين، وعندنا مشروع كمان شاعر ياباني سايجو بدنا نهتم فيه كمان، بدنا نترجم نصوصه هاي السنه ان شاء الله، ونوقع كتابه مع الدكتوره سلام بقداش، بدها توقعها من الروسي، بدها تترجم لنا كتاب من الروسي للعربي. فرح نعمل له الاهتمام في سايجو تجربته. سايجو 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 هو يعني متجه الى الغرب بالياباني. هو ترك حياه الاقطاعي، كانوا اهله كثير اغنياء مثل البوزا، ومشي بالبراري يعني ترك حياته وتخلى عنها، فتجربته كثير مهمه بدنا نضيق عليها يعني. هو من بالقرن 12 عاش يعني صار له 1000 سنه تقريبا، فان شاء الله هي السنه هذا المشروع كمان بالاضافه لكتاب الهايكو العربي، وبدنا نعمل مهرجان الهايكو تقليد سنوي بدار الأوبرا، يكون كل سنة كل سنة عندنا مهرجان الهايكو هذا الوقت. سامر نحن بدنا نشكرك وبدنا ندعي كل الناس هيك انه هيك يطلعوا اكثر على شعر الهايكو، لانه هيك لذيذ وقريب من القلب. انا بشرفني اهديكم كمان مساحه كمان لكم. شكرا على الهديه الحلوه يا سامر.
اكيد تحيه لكل الهايكو اللي معكم 80 مشارك اكيد تحيه لكم كمان الاخباريين قناتي المفضله اكيد بنتمنى لك التوفيق دائما وباشياء جديده. شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا 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 شكرا